ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على تطبيق بالذكاء الاصطناعي مهم جدا في التعليم. تطبيق مهم جدا في التعليم، مهم لكل المعلمين، مهم لكل هيئة التدريس أو الناس اللي بتعمل تدريس. الموقع ده هيعمل لك كل الشغل اللي حضرتك بتعمله، ومش بس للمعلمين، لا ده لو غير المعلمين كمان. تعال نتعرف نشوف الموقع ده هيديني ايه المميزات اللي هيديها لي. هندخل هنا في جوجل وهنكتب ماجيك سكول اي اي، ماجيك سكول، المدرسة السحرية. ايه هي مدرسة السحر او المدرسة السحرية دي بقى؟ هنا ده هيبدأ يفيدني في كل الشغل زي ما احنا بنقول. طيب اول ما افتح هنا بقول لي هنا ايه حاجة مهمة جدا، ساين اب فري. يعني ايه؟ يعني كل المميزات اللي داخل الموقع ده هتبقى فري، مجانية بالكامل. مش هيديك باقة ويقول لك ده خلصت او تستخدم 3 4 مرات ويقول لك لا، ده فري كامل. طيب هنعمل ساين اب فري. هيجي هنا طبعا يقول لي هنا سجل الحساب بتاع، هتسجل بايه؟ بالجيميل، ولا هسجل بحساب مايكروسوفت، ولا ان انت هتبدا تدخل بيانات. هيجي اقول له مثلا ايه اسجل بيه حساب جيميل مثلا. اول ما انا ضغطت على الحساب بتاعي جاب لي الشكل ده كده، بيقول لي هنا الصوره بتاعتك ايه، ابدا حط الصوره اللي انت عاوزها، شوف الصوره اللي انت عاوز تغيرها بتاعت الملف، ويفضل ان احنا نعمل ايه البيانات كلها. هنا طبعا اسمي خده من البريد الالكتروني بتاعك. هنا الدور، ايه الدور ده اللي بيتكلم عليه؟ بيتكلم على اللي هو الشغل اللي انت بتقوم بيه. انت بتشتغل ايه؟ هل انت مدير معلم؟ طبعا دي الاختيار الاول. هل انت مدير مدرسة؟ هل انت والد يعني ولي امر، معلم، مدير مدرسة، مدير منطقة، مدير تكنولوجيا، اخصائي مكتبة؟ شوف دي كله. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك في اللي هو الاختيارات جوه، لكن كل الاوامر متاحة. انا هسيبها مثلا معلم، هعمل معلم طبعا، بس ايه هضغط في الجنب هنا لو هو مش ايه حمل معايا. هنبدأ نكمل هنا. بقول لي المهنة، قلنا معلم. الدرجات، الدرجات دي حاجة مهمة جدا، اللي هي عبارة عن الصفوف اللي انت هتشتغل عليه. طيب افتح كده، بقول لي انت في الروضه ولا في الصف الاول ولا الثاني ولا ايه ده؟ طب انا مش بدرس، انا بدرس اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي مثلا، يبقى بدرس الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ايه ده؟ وفي الكليه كمان. طب اختار ايه بقى؟ اختار الثلاث ازاي؟ هضغط على الصف العاشر، هيجي هنا تبدا تطلع فوق هنا، وانا هنا الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر بس عادي. طب بدرس الصف السابع، اضغط على اللي انت عاوزه مفيش مشكله. طيب اضغط في الجنب. المواضيع، ايه المواضيع ديت؟ الحاجات اللي انت بتدرسها، الماده اللي انت بتدرسها. طبعا ممكن تكتب كاستم او تخصص حاجه اخرى تحت هنا، وتبدا ان انت تعمل حاجه تانية. ان التكنولوجيا مثلا، هقول التكنولوجيا والهندسه. طبعا ممكن كمان انا بدرس اكتر من ماده، مفيش مشكله خالص. ولغه اجنبيه، يلا تمام، ما بدرس اتنين. طيب هنا حضرتك بتبدا تكتب بيانات المدرسه، اسم المدرسه اللي انت فيها، المنطقه، تمام. طيب طبعا دي بتكتبها هنا. البلد طبعا مثلا انا مصر طبعا اكيد، يبقى هكتب ايجيبت، حرف الاي بس، اضغط على حرف الاي مباشره هيبدا يروح جايب لي هنا الايه، البيانات بتاعت الايه، البلد بتاعتك. هنا هتبدا الحروف الاي، عندي مثلا ايجيبت اهي، اختار ايجيبت. هنا بقى بتبدأ ان انت عاوز تقول المدينة فين، في انهي مكان، تكتب الولاية او المقاطعة، يعني البيانات الاساسيه بتاعتك. طب مش عاوز تكمل بيانات عادي، ممكن نرجع للايه بروفايل في اي لحظه. بس في هنا سؤال قبل ما اكمل، انا ملاحظ يا استاذ ان كل الموقع بالعربي. ايوه، ما حضرتك عشان انا عارف ان الحساب بتاعي مصري وعربي، فهنا عامل لي اهو حرف الاي اللي هو اسم، اللي هو اول بدايه الايميل بتاعي، وهنا كاتب اي ار. طب نعمل حفظ كده الملف. شكرا يا باشا على البيانات اللي انت عملتها. طبعا في بيانات تانية ممكن اني اعمل، وهنا بقول له ايه لنبدأ. يلا بقى عشان نبدأ، تم تحديث الملف الشخصي بنجاح. تمام شكرا. يلا عشان نبدأ بقى هنا. هنا طبعا بيبدأ يديك بعض معلومات، يقول لك اللي هو المساعد الذكي ازاي ان انت تستخدم يعني. فبيبدأ ايه يقول لك على مجموعة من الخطوات انت بتبدأ تشتغل ازاي وتبدأ تتنجل. طب ينفع؟ لا سيبنا نعدي الخطوات ديت وبعدين ايه نشوف الايه اللي هنا. هنا طب بيقول لك طب جرب احد ادواتنا اللي هو مولد السلم التقديري. لو انت عاوز تعمل اللي هو ايه تقدير للدرجات، تعمله ازاي؟ الشكل العام اللي انت تعمل بيه تقدير لدرجات الطلاب، عشان تقول مثلا ده ياخد نقطه، ده ياخد اتنين، ده ياخد تلاته، ده ياخد اربعه، وهكذا. اسمح للذكاء بكتابه سلم تقدير المهام. هنا طبعا بنبدا نحدد الصف اللي احنا عاوزين نشتغل عليه. هنا المعيار اللي انت عاوز تعمله اكتب له. طب افرض ان انا مثلا سابق يعني عملت مثلا معيار
الهدف او الاهداف. طب عنوان المهمة مثلا مقدمة حول لغة البرمجة بي اتش بي مثلا. طيب وصف المهمة تعريف لغة البرمجة بي اتش بي، كتابة كود لغة برمجة بي اتش بي. ابدأ بقى شوف اللي انت عاوز تضيفه، يعني اللي انت عاوزه انشاء مشروع بلغة. طبعا على كل المواد بقى انا بكتب على المادة اللي انا ايه المادة بتاعتي، تمام. طيب بعد كده انت عاوز هنا المقياس بتاعك يكون عبارة عن كام نقطة، اقول له مثلا 5 نقط. هنا في كمان تخصيص اضافي لو انت عاوز تضيف حاجه اضافيه كمان، لا اقول له بس ايه ولد لي شوف لي كده اللي بتاع ده ينعمل مولد السلم التقديري ده التقديري ده ينعمل ازاي، عشان عاوز اشوف الموقع كله بقى عباره عن ايه. طبعا هنا برضو على بال ما يبدا يولد لي هنا الشغل بتاعه جنريتور، هنا بص اهوت ديت مقبول غير مقبول. هنا بقول ان الادوات السحريه دي الشغل الاساسي بتاع الموقع كله هنشوفه. هنا في عندي راينا ده الشات بوت اللي انا اقدر اتكلم معاه. هنا السجل النتائج اللي انت كنت بحثت عنها قبل كده. هنا طبعا اسم الحساب بتاعك وتقدر ان انت تعدل منه البروفايل بعد كده وتعدل اكتر من حاجه. هنا اللغه بتاعتي تقدر ان انت تختار اللغه من اللغات ديت لو انت عاوز تغير. هنا السيتنج او الاعداد، هنا طبعا ادي هنا بدأ يعمل لي ايه عنوان السلم التقدير اهوت، وقال لي وقتين، وهنا راح جاي مديني حاجات مهمه جدا وقال لك ده هيبقى متميز هتاخد فيه درجه ايه كلام من ده. طيب لسه مش في حاجات مهمه هتبقى موجوده معايا في كل الادوات زي الحاجات دي. هنا ترجمه بيقول لي انت عاوز تترجم بقى الكلام ده لانهي لغه، عاوز اترجمه مثلا لانجليزي انجلش في فرنش بص راح جايبه لي تحت، يعني سايب لي العربي فوق وعندك ايه انجليزي اهو، وممكن تترجم اي لغه تانية. طيب عاوز اقول له ايه، ما تعمل لي عليه اسئله على الحاجات اللي فوق ديت، اعمل لي عليها اسئله اهو بص كده هيبدا يعمل لي ايه اسئله اجابه حره، يعني الطالب عرف اذكر ما تعرفه عن كلام من ده، ولا اختيار من متعدد، اقول له اختيار متعدد مثلا. يجي ادي السؤال تمام، وادي اختياراته اهيت، وبعد كده بص هيبدأ السؤال التاني وهيبدأ يديني الايه الاختيارات بتاعتي تمام. طبعا ديت بقى هتفيدني برضو في الدروس والكلام من ده، ولما ادخل الداتا بتاعتي ديت في اللي هي اداة اسمها توليد الاسئلة بتاعتي او السلم التقديري. طيب اعمل التجديد ازاي، هضغط على ماجيك او ادوات سحرية اي واحدة عشان يبدأ يعرض لي الادوات اللي انا عاوز اشتغل عليها او اللي انا هشتغل عليها. ايه الادوات اللي هي بص حضرتك هنا في اختيارات، ممكن ان انا اعرض كل الادوات ولا اعرض ادوات التخطيط ولا اعرض دعم الطلبه ولا الاتصال ولا الانتاجيه. بص هنا مولد رساله شكر، ده لما ادخل عليه هيعمل لك رساله شكر تبعتها بقى للطلبه للمدرس لاي حد. مولد اسئله وهيديك هنا الاسئله باكتر من معيار حسب ما انت عاوز. مولد قصص اجتماعيه، ده احنا بنبحث عنه ده وبندور عنه في الشات جي بي تي لا ده انت ممكن تدخل هنا في الاداه دي وتبحث وتكتب اللي انت عاوزه. الجد ولا بلاش الجد، خلينا طبعا تكتب اللي انت عاوزه، احنا كاتبين عربي ف الجد والاجتهاد في العمل. طبعا ممكن ان انت كل ما تديله وصف اكتر كل ما يبقى افضل، كل ما تديله كلام كتير كده وتفصل له انت عاوز ايه بالظبط كل ما يبقى يديك ايه شكل احسن للحاجه. بدأ يكتب اهوت يديك ايه قصة. طبعا لو قلت له لو عملت جنريتور تاني او كلمة توليد تاني ضغط عليها هنا تاني هيديك قصة تانية وتالتة ورابعة وخامسة زي ما انت عاوز مفيش مشكلة. ادي هنا مولد قصص، ممكن اعمل عليها اسئلة، ممكن اترجم، ممكن اعمل قصير، يعني اقول له لا دي كتير والنبي قصرهم لي، لا ممكن اقول له طول النص زود النص زي ما انت عاوز تعمل. لو قلت له توليد تاني بص راح جاي شايل الاولانية وهيبدأ يعمل واحدة تانية خالص تمام. ديت بالنسبة لي اللي هو ايه مولد القصص الاجتماعية.
طبعا ممكن استخدمه في اي حاجه، ممكن استخدمه كمان في الدروس بتاعتي، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، اي لغه من اللغات، ان انا اعمل قصه. طيب هنا اداه البريد الالكتروني، ممكن اعمل ايميلات احترافيه عشان اللي هي بتاعت الشغل واللي هي دوليه والكلام ده كله. مولد السلم التقديري شفناها، مولد اختبار، اختيار الاختبار، عاوز يعمل لي اختبار احط له عناوين وهو يبدا ياخد يعمل لي ايه اختبارات عليها. مولد تعليقات بطاقه التقارير، مولد خطه الدرس. ده احنا بنيجي في اول السنه نقول مثلا المعلم بيجي يقول لك انا عاوز اعمل خطه الدرس، طب ما حضرتك ممكن تحط له عناوين وهو هيعمل لك خطه الدرس زي ما انت عاوز. هيفتح دلوقتي عندي اهوت المستوى، طبعا بنعمله ايه اللي انت بتقوم بتدريسه، الموضوع اللي انت عاوز تدرسه. هنا بتبدا توصف بقى الحياه اللي انت عاوزها، المعيار تكتب اي حاجه مفيش مشكله، تضغط توليد يبدا ان هو ايه يجيب لك يعمل لك كل اللي انت عاوزه. طيب هنا اعاده صياغه النص، عندك كلام والكلام ده ممكن يكون مثلا في اخطاء املائيه نحويه كلام من ده، انت تجيب الجمل اللي انت عاوزها او الكلام حطه هنا هو هيبدا يعمل لك اعاده صياغه كامله. مولد المحتوى الاكاديمي، هنا طبعا عشان يجيب لك معايير الكلام اللي انت عاوزه بشكل اكاديمي بشكل علمي، تمام كده. هنا توليد اسئله فيديو يوتيوب، طبعا حضرتك هنا بتجيب الرابط بتاع اليوتيوب، فيديو على اليوتيوب وتحط له الرابط وهو يبدا يعمل لك ياخد الكلام اللي في الفيديو ده ويحول لك عليه اسئله. يعني انت عاجبك موضوع مثلا معلم بيشرح او واحد بيشرح وعاوز تعمل امتحان على الكلام ده، فبدل ما تقعد انت تتفرج على الفيديو وتكتب، لا هو تحط له الرابط وهو يتولى ده كله. اداه تقييم اعمال الطلاب، ايه ده هو ممكن يصحح مكانه ويعمل لي. انت حضرتك كل اللي انت هتجيبه ان انت هتاخد النص بتاع الاجابات بتاعت الطلبه او كلام من ده، خاصه في مواضيع التعبير والحاجات دي كده، وتبدا تاخدها وتحطها له عنده وهو هيبدا يقيم لك الاعمال بتاعت الطلبه ديت، ويبدا يعرف لك هل الطلبه ديت عاملاها بالذكاء الاصطناعي ولا لا او الكلام ده كله، تمام. يعني حاجات مهمه هي، طبعا هنا هنختار المرحله والوصف المهنه وهيعمل ايه الماده ايه يعني، وهتحط هنا اللصق كنترول في الاعمال وهو هيبدا ايه يكشف لك على الاعمال ويبدا ايه يديك التريات بتاعتها او التقييم بتاعتها. مولد برنامج تعليمي فردي، لو انا عاوز اعمل مثلا تدريب او حاجه كده. مولد نصوص معلوماتيه، معلومات عامه او كده من ده، مشكلات رياضيه، اسئله تعتمد على نص اللي هو تحط له نص وهو يبدا ياخد منه ويعمل لك اسئله. اداه معدل النص، ده عشان يتناسب مع مهارات معينه للطلبه في اي مرحله. تلخيص النص، انت هتاخد مثلا كوب وبس من قصه او من نص معين في اللغه العربيه في الانجليزيه وتحطه له وهو يبدا يعمل لك ملخص جميل جدا. ايه ده عندي اداه ترجمه، اداه ترجمه كمان، وهنا الترجمه مناسبه للسياق. يعني هنا طبعا لو انت حطيت له انجليزي لغه انجليزيه وقلت له ترجمها للعربي مثلا، هتبص تلاقيه اكنك انت بتحكي قصه بالعاميه، فمش هتبص تلاقيه مترجم حرفي، لا مترجم حسب السياق اللي انت عاوزه. جميل جدا. مولد اختبار القراءة، طبعا ده حاجة مهمة جدا للطلبة وخاصة الابتدائي. مولد مراجعة رياضة، أداة البريد الإلكتروني للعيلة، في حاجة هنا أنا عديتها. مولد الأغاني الزملاء، جميل جدا اللي بتاع ده، حاجة لذيذة خالص. أنت ممكن إن أنت تعمل أغنية لأي حد باسمك أنت، يعني أغنية باسمي، باسم معلم، باسم طالب، للمدرسة بتاعتي مثلا، أقول هنا مثلا مدرسة إيه هي الثانوية العسكرية بني. طيب تفاصيل الاحتفال بالمئوية وتخريج شباب قادر على العمل ومثقف مثلا، اكتب اللي انت عاوزه بقى، اسم الفنان اللي انت عاوزه ايه، يعني يقول مثلا اي حد، هنقول مثلا ايه عنجيب، ونكتب طبعا انت بس بتكتب عشان هو ياخد نفس السياق بتاع الاغنيه او نفس الايه النمط بتاع الشبه بتاعك، انت بتكتب اللي انت عاوزه يعني. بص كده، بمئويه نجاح وفخر في كل حين في قلب الوطن الشفيق. طيب بص بقى، ده هنا عمل لك جزء اهو، ادي شاء ودي واحد ودي واحد، اعمل اللي انت عاوزه. طيب تعالى كده نشوف هنا مثلا ندى بنتي، ابنتي العزيزة، ممكن هنا بيت بابا. طيب اي حاجة اسيب هو نفس الفنان.
اعمل اللي انت عاوزه. يعني بص انت العزيزه حبيبه بابا، ايه ندى يا سهره في عملك مبدعه مش عارف. اها اكتب لاي حد بقى انت عاوزه، اي حد تحبه تدي له حاجه حلوه وتقول له بص انا عامل لك ايه حاجه مخصوصه عشان خاطرك انت وببلاش اهو يا سيدي. طبعا انت لسه بدي لندى حبيبتي يا ندى. طبعا هنا لسه بايه بدي كمان بدي، ممكن هنا انا اعمل له ايه ترجمه، يعني اخد الكلام ده كله وابدا ان انا اعمل له ايه ترجمه. طيب هنا بص موقع واحد فيه كل اللي احنا عاوزينه، مولد نصوص قبل الفك، مولد تشخيص، اداه مدقق النصوص، هيبدا تحط الكلام وهو يبدا يظبط لك اللغه العربيه فيه بشكل مناسب. لو في اي حاجه يبدا يعمل لك الهمزات الكلام ده كله، قائمه المفردات، مولد ملخص فيديو اليوتيوب، تحط له الرابط بتاع اليوتيوب ويبدا هو ياخد ويجيب لك الايه الشرح بتاع الراجل ده كان بيقصد يعمل كذا. يعني انت ممكن بدل ما تقعد تتفرج على ساعه، لا انت تحط له الرابط هنا وهو يبدا يلخص لك وبتاع. يبقى انا كان عندي اداه بتعمل اسئله على الفيديو بتاع اليوتيوب، عندي اداه تقدر تلخص لي الفيديو اللي موجود على اليوتيوب اللي هو يوصل لساعه ساعتين. هنا عندي مولد تدريب رياضي، ايه ده معلم التربيه الرياضيه، معلم التربيه الرياضيه، ممكن هنا يعمل له التدريبات والتدريب دي يقعد مده قدين والكلام ده كله وتحقق كل الايه. يبقى هنا شامل لكل المعلمين كالعاده. طبعا بنحدد مستوى الصف، هنا الرياضه كره قدم مش عارف ايه ازاي، هو مديك مثال مده التدريب قدين، تخصيص اضافي يتضمن مثلا تمارين جري مش عارف ايه، هو يبدا يعمل لك الايه التدريبات طيب عاوز ايه اكتر من كده. مولد نصوص هنا طبعا ايه تفسيرات متعدده للمفاهيم، يعني يجيبها لك باكتر من طريقه، مولد مختبر العلوم، شوف شوف دي كل هاته في موقع واحد. مولد تقييم العلمي جميل جدا ده انا جربته 3D، قائمه مفردات، مولد اقتراحات القائمه، اداه النشر، دي كل هاتها حاجات جميله جدا. محلل بس في محلل بيانات بس بيجي بشكل جداول او كلام من ده. مولد منهج دراسي، لو انت عاوز تقترح منهج دراسي او انت معلم مثلا عاوز تدي ايه، تعمل منهج لرياضة الاطفال، تعمل منهج تشرحه انت لروحك تبقى انت متخصص فيه يعني كلام من ده، هتبدأ تغذيه وهو يعمل لك بشكل جميل. تشكيل النصوص انت عاوز مثلا هنا طبعا عاوز داخل لغة عربية بس عاوز تحط يعني بشكل منمق بشكل كمان. هنا اقتراحات المهام المقاومة للذكاء، بص يعني احنا مش طبعا مش دخلنا في كل الايه البرنامج بس عشان الوقت، احنا خدنا وقت طويل معلش، بس هو يعني موقع في الاخر هو بكل المعلمين بالاضافه ان مثلا مولد اغاني او كده، دي مش بس خاصه معلمين ده انت ممكن اي حد يستخدمها تمام كده. وبالتالي هنا بنبدا نستخدم زي ما انت عاوز. بالاضافه للميزه مهمه جدا كمان، ادي هنا اداه التشكيل بتحط هنا النص الاصلي وتبدا هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مثلا طيب هنا احط مثلا ده كلية، عدد عدد الحد الاقصى هنا، ابدأ ولد الايه تمام. هنا طبعا خد الاسئله، كان في تشكيل هنا برضو الاسئله ديت بتبدا ان هو ياخد على كل كلمه خدها راح عامل لي عليها زي سؤال وراح جاي عامل لي عليها وصف معين. بص حضرتك تقدر تجرب الموقع، هو موقع فريد جدا من نوعه. طيب اخر جزئيه معايا بس، راينا شات تيوب، شات بوت، ايش ايه راني راينا ديت، راينا دي بتعمل ايه؟ راينا ديت شات زي شات جي بي تي كده، بتعتمد على الجي بي تي اهوت. هنا دي بتقول يعني اسم كذا صممت للمدارس، دي خاصه بحضراتكم بس بالمدرسين بالمعلمين فقط، هنا معلومات عنها. هنا بقى ممكن ان انت تبدا تكلمه هنا، تبدأ تقولها اللي انت عاوزه. هنا تبدأ تقولها، هنا طبعا بتكتب وهنا ايه هتبدأ ان هي تقول لك ويقول لك نعمل ازاي والكلام ده، تبدأ ان انت تعرض البيانات، تشوف البيانات انت هتبدأ حسب ما انت عاوز. اتمنى اذا حضرتك الفيديو